السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة عندنا كام إجابة سريعة عن حاجات ناس كتيرة جدا بتسألني عليها عن نجارة. هنتكلم على تشتري منين عددك وتشتريها ازاي، تشتريها طبعا أهم حاجة تشتري صيني ولا تشتري أوروبي أو أمريكي، براندات ازاي، تعمل أول مشروع، حاجات كتيرة هنتكلم عليها. فخلينا نبتدي إيه وبسرعة. بصوا يا جماعة، لما بنيجي نتكلم على موضوع النجارة ده، هو بنتكلم للهواة او الناس اللي بتعمل مشاريع صغيرة في بيتها عشان يقدروا يبيعوها. ففي فرق كبير جدا بين الهاوي اللي بيعمل حاجات بسيطة او بيعمل حاجات يكسب منها حاجات صغيرة، وبين المحترف اللي بقاله 30-40 سنة شغال في نفس الحاجة. ممكن واحد يبقى متخصص كنجار محترف او مصنع صغير او كبير بيعمل مطابخ بس، فالمطابخ بس بيعملها بقاله سنين، فكل المشاكل اللي قدر يحلها بعد كده دي اللي اسمها الخبرة، ودي اللي اسمها ان المنتج بيطلع بشكل افضل، غير لما واحد هاوي بيعملها اول مرة. فانت متخيل بقى ان انت لما تعملها ليه ما طلعتش زي الحاجة اللي انت بتشوفها او بتشتريها. المقدمة دي كانت مهمة لان بنتكلم نشتري منين المعدات بتاعتنا، والسؤال الاهم نشتري المعدات ازاي. طيب في نوعين يا جماعة من حالتنا، الهواة او الناس اللي بتعمل حاجة في بيوتهم. النوع الاول هم هواة الخشب وتصنيع الخشب وهواة المعدات، ده فرق كبير جدا. انا اعرف ناس بيجيبوا معدات كتيرة جدا انما ما بيعملوش بعض المشاريع كتيرة قد المعدات اللي عندهم. ده مش عيب، كل واحد حر يعمل اللي هو عايزه. في نفس الوقت في ناس عندهم حاجات نجارة بيعملوها حلوة قوي، بس ما عندهمش حتى المعدات اللي تديهم النتيجة بشكل بيبقى جيد او جودة عالية. طيب انت اي واحد منهم؟ انا مثلا كعلاء قدامكم اهو، انا لا، انا الاثنين، انا بحب المعدات جدا وكتير جدا، جبت معدات ملهاش اي 30 لازمة، شايلها عندي هنا ما استخدمتهاش كتير، انما في معدات بجيبها وبشتغل بيها لانها في النهاية انا راجل هاوي بعمل على اليوتيوب بقدم، فبقى لازم يبقى كل حاجة عندي عشان اقدر اشرح بيها. بس انت غير مطالب بكده، انت هتبتدي تتكلم في انت هتشتري المعدات هتعمل بيها ايه. فمتشتريش حاجات كتيرة، اوعى تشتري حاجات كتيرة، لانه اي حاجة هتشتريها هتلاقيك بعد فترة عايز تبيعها وتجدد او تحدث. فلما تيجي تشتري حاجة قرر انت عايز تعمل ايه بيها، وانزل اشتريها من السوق، اشتري الحاجات بتاعت المشروع، ما تجيبش الحاجات وبعد كده تدور هتعمل بيها ايه. طيب لما الناس منكم كتير بيبعتولي وبيبعتوا لزمايلي على اليوتيوب او بيسألوا النجارين نجيب الديولت ولا بوش، او نجيب ماكيتا او نجيب ملواكي. بصوا يا جماعة، السؤال ده ما ينفعش يتسأل بالطريقة دي، لانه لازم لما نقارن اي منتج، اي منتج حتى الصيني بالبوش، لازم نقارن الموديل نفسه، لانه بوش عنده 50,000 نوع من الدريلات، ما ينفعش نقول كل دول قصاد مثلا توتال اللي هي ماركه تعتبر صيني. انت تقارن موديل، فهتجيب لي موديلين، لو عايز تسالني على اي حاجه تبعت لي الموديل، فبتقارن موديل بموديل، لانه في شركات كتيره جدا يا جماعه عملت حاجات مش ناجحه او موديل قديم جدا، وفي حاجه تكنولوجي طلعت. لما تيجي تقول لي مثلا اجيب حاجه براشلس بدون فحمات، ولا اجيب صيني، ولا اجيب حاجة ماركة انما بفحمات، هقول لك لا، دي بتبقى اقوى، توفر في البطارية، فبالتالي لا اجيب الصيني. فلازم نختار، تقول لي الموديل ولا الموديل، مش الماركة او الماركة. حاليا في الاسواق في ماركات مضروبة كتير جدا، هتروح تشتري ماركة ديولت، بوش، ملواكي، في منها تقليد. تعمل ايه عشان الموضوع ده؟ هو لازم تشتري الحاجة من مصدر موثوق فيه. يعني ايه مصدر؟ يعني اما تروح تجيبها من التوكيل، يا اما تجيبها من موقع معروف جدا، وتنزل تشوف الحاجة اللي انت هتشتريها دي واخدة كام ستار او نجمة قبل ما تشتريها. فبكده يا جماعة هيبقى عندنا مشكلة لو احنا اشترينا حاجة من محل في الشارع كده وانت مش عارف الحاجة دي اصلي ولا مضروبة. عادة لما بتشتري معدة جديدة عادة ما بتبصش الا لو فتحتها وما اشتغلتش، انما لو اشتغلت معاك بالطريقة اللي المفروض تشتغل بيها لاول اسبوع 10 ايام، معنى كده هتشتغل فترة الضمان بدون اي مشكلة. دايما العيوب بتظهر في الاول، بيبقى فيه خطأ في التصنيع.
فما تشغلش بالك ان انت جبت حاجه ولازم تجربها على طول، ما تستناش تحطها في الكرتونه وتسيبها لمده شهور وبعد كده تفتحها تجربها. سؤال تاني بيجي لي برضو عن نشتري خشب منين، ودي اصعب اجابه. المعدات سهله قوي تجيبها وموجوده ومتاحه في كل مكان، اما الخشب فصعب جدا ان انت كبادي تعرف تشتغل، ويعني ممكن تروح يحسبوها لك بطريقه مختلفه. هحاول الاقي لكم البرنامج اللي انا كنت عامله اللي هو بيحسب بيمطر لك الخشب اوتوماتيك ويقول لك ايه هتدفع كام. يعني كنت عامل عليها حلقه زمان، لو لسه موجود هحطه لكم تحت في الوصف. دي حاجة. الحاجة التانية هتبتدي تعمل حاجات خشب زي ما قلت لك، هيبقى انت نفسك تعمل كرسي، هتعمل اللي انت عايزه، تنزل ساعتها تشتري الخشب. ما تشتريش خشب وبعد كده تقول ايه طب اعمل بيه ايه. فده خطأ الناس كتيرة بتعمله، وانا ساعات بعمله برضو. بجيب خشب بعد ابص له طب اعمل بيه ايه، ده بس عشان عجبني الخشب، عشان انا زي ما قلت في الاول بحب الخشب. طيب يبقى نعمل ايه؟ نجيب خشب سويدي، اللي هو سويدي اللي هو الباين، اللي هو بيسموه في مصر عندنا بيسموه موسكي، ممكن يبقى عزيزي. الخشب ده يا جماعه بيبقى كويس جدا على السلاح، بيبقى طري، ما هوش خشب صلب، بيتشكل بسهوله، ما عندكش فيه اي مشكله. فانت هتبتدي بيه، ما تبتديش بزان، ما تبتديش بارو، ما تبتديش بالحاجات دي كلها، الخشب القاسي في الاول، لغايه ما تشوف انت ناوي تعمل بيه ايه، والمعده اللي انت اشتريتها هتشتغل في الحاجات دي. تاخدها خطوه بخطوه لغايه ما تشتغل بالاخشاب الغاليه والصلبه اكتر. فدي حاجه مهمه جدا ايه نحطها في بالنا. السؤال الثاني يعني او سؤال ثالث رابع خامس، ايه هو نتعلم فين النجاره لو انا عاجبني الموضوع ده وعايز افتح كده حاجه واعملها؟ بصوا، في طريقتين ممكن نتعلم بيهم النجاره. الطريقه الاولى والاصح يعني الصح، ان انت تكون عندك حد تعرفه نجار وبيشتغل. ده ليه مزايا كتير، ان هو الراجل بيبقى واقف معاك بيقول لك تعمل ايه وما تعملش ايه، الخطوره اهم حاجه، بيعلمك الامن والسلامه. لكن عيبه انه بعض النجارين المحترفين يعني عشان هم شطار جدا ف بيقصقصوا في حته ايه؟ بيحطه السلامه، فيعني بياخد المواضيع عشان هو متعود اللهم احفظنا، فبالتالي يعني ممكن يطنش، ما يعلمكش الحته دي قوي، فدي عيبها اللي هي بتاعت ان انت تروح تتعلم عند حد. اما بالنسبه لليوتيوب، طبعا انا برشح ان انت تتعلم على اليوتيوب لو ما عندكش اي طريقه ثانيه، لو بتتكلم لغه. لو عندك لغة ففي بقى فيديوهات وفي قنوات كتيرة جدا تقدر ايه تتعلم عليها. لو ما عندكش لغة فبالتالي لازم هتروح تتمرن في حتة تقف معاه، وفي برامج كتيرة وفي ناس في القاهرة اعتقد، انا ما اعرفش حد في اسكندرية مطرح ما انا عايش او في باقي الدول، انما انا عارف القاهرة في بعض الناس المحترمة اللي بتدي كورسات، ولو حد يعرف اسماء يكتبهم لهم تحت عشان الزمايل اللي عايز يخش لو تعرف حد. اعتقد الزميل الاستاذ رامي بيعمل فيديوهات برضو، اللي ما يعرفوش طبعا هو معروف جدا تقريبا، برضو بيعمل كورسات في القاهرة، فاللي يعرف حاجات يكتب تحت التواصل عشان الناس تتواصل معها. يبقى مشروعك الاول هتخش على اليوتيوب، هتخش على بنترست، هتدور لك على حاجه، ويفضل اليوتيوب تلاقي حد بيعمل حاجه فتعرف المعدات اللي عملها بيها، تاخد المعدات بالمقاسات وتبتدي تنزل تشتري الحاجه اللي انت محتاجها علشان تعمل الحاجه اللي انت شفتها. اوعى تجيب المعده وبعد كده تشوف، عشان النجاره دي فيها 3000 مليون حاجه، يعني في طرق كتيرة تعمل بيها نفس الموضوع. فانت هتاخد حاجة هتشوفها الراجل ده عملها بواحد اتنين تلاتة اربعة، وتنزل ممكن تجيب المعدة وتجيب الخشب وتعملها. عجبك الموضوع كمل، ما عجبكش الموضوع، ناس كتيرة بتبيع معدات نجارة مستعملة هتخسر فيها شوية، لكن لو ما عجبكش خلاص، انما هي حلاوتها في التجربة، وان انت لما تخلص حاجة وتصنعها وتلاقيها حاجة كده قدامك انت عملتها بايدك من خشب من شجرة، طلعت منتج، دي يا جماعه بتبقى ليها سعاده وفرحه كبيره جدا. اللي عمل كده اكيد منكم فاهمين انا بقول ايه، بتبقى عايز توريها للعالم كله. وحاجه تانية مهمه جدا، لما تعمل حاجه وتطلعها ما تقولش للناس على عيوبها، لانه انت بتبقى شايف. لو انت ماشي شغال بالراوتر كده واكلت حته زياده وحاولت يعني تداريها، عادة الناس اللي انت مثلا في البيت عندك بص عملت ايه، ما تقعدش تقول لهم بقى بص وهنا غلطت هنا وهنا كان نفسي اعملها، محدش هيشوف حاجة بنسبة 99%. توري الناس حاجة اتعوج عليهم قول لهم بص عملت دي، ما تجيبش سيرة الاخطاء اللي انت عملتها عشان محدش هيشوفها غيرك.
طيب جبنا الحاجه وجبنا الخشب، هنشتغل فين بقى الكلام ده؟ ودي مشكله عويصه. اوعى تشتغل جوه البيت، اوعى المطبخ، بلاش، هتعمل من نفسك مشاكل، يا اما مع المدام، يا اما مع الحاجه، يا اما الوالده، يعني في حد هتقع فيه في مشكله. فابعد عن المطبخ، ابعد عن البيت. انت عندك الاتي، لو انت عندك طبعا حديقه فالموضوع تسهل، تاخد لك اي طرف تشتغل فيه. لو ما عندكش يبقى تاخد حاجه على السطوح او في بدروم برضو، بس بدروم يا جماعه نخلي بالنا من التهويه، ناخد مكان، ننقي مكان جيد للتهويه لو قدرت. لو ما قدرتش بتستثمر قبل ما تشتري اي حاجه عده، تاخد بتاعه البيت لو مش هتسبب لك مشاكل، مكنسه كهربائيه، لان التراب بيقرفك وهيبهدل الدنيا. فعشان كده انت محتاج ان انت يكون عندك مكنسه، يا اما هتستلفها من الجماعه في البيت، يا اما تشتري لك واحده، او بلكونه تقدر تقفلها. طب هنعمل ايه في الصوت بتاع الجيران؟ انا حظي الحمد لله ما فيش حد جنبي، او انا ما بشتغلش كتير الا في ايام العطلات، فانما لازم تعمل حساب الجار لانه صوت المنشار عالي. انا من تجربتي لو عايز تقطع، تقطع كل حاجه مره واحده، تاخد لك تلت ساعه كده في التقطيع، تقفل المنشار وخلاص، ما تقعدش بقى ايه تقطع بعد كده تروح تعمل حاجة بعديها بربع ساعة تقطع تاني، لانه جارك عنده قدرة من الاستحمال، هيستحمل اول ربع ساعة تلت ساعة، بعد كده لو انت وقفت خلاص هو ارتاح نفسيا وبقى عارف ان الراجل ده بيعمل صوت ربع ساعة. انما لو طول النهار تقطع وتروح تعمل بعدين تروح تقطع، فخلص القطع بالكامل في اسرع وقت وبعد كده تشتغل وتركب وحاجات زي كده، فيعني جارك ما ايه ما يبتديش يخلق مشاكل مع الجيران. محتاجين قد ايه من المساحة عشان تعمل فيها الكلام ده؟ هو محتاج مثلا 3 في 3، 3 متر في 3 متر او 2 متر في 4 متر، تكون مقفولة نمرة واحد، تكون زي ما قلت جيدة التهوية، هتبقى كمان لازم المكنسة طبعا، بالاضافة تبقى على قد ما تقدر بعيدة عن الجار، ما تجيش في الحيطة، في الحيطة الراجل يبقى نايم وانت تشغله المنشار والحاجات ده هي. فدي حاجة مهمة نبقى عارفينها. فتلاتة في تلاتة او اتنين في اربعة اعتقد هي اقل شيء ممكن تبتدي فيها. الفارق بين المعدات اليدوية والمعدات الكهربائية، وفي ناس بقى تقولك لا انا بعمل كل حاجة بايدي، وفي واحد تاني يقولك المعدة مهما كانت فهي معدة تساعد على قطع الخشب او تخريمه او حاجة زي كده. فالمنشار اليدوي ما هوش ضوافر هتقص بيها الخشب، ما هي معدة برضو. ففي ناس مدارس بقى يقولك لا انا عايز كل حاجه بدون كهرباء، مزاج، في ناس مزاجها كده بالازميل وحاجات زي كده، في ناس بتستخدم الكهرباء. المعدات الكهربائيه يا جماعه في الفترات الاخيره ساعدتنا كتير جدا، وخاصه للهواء، لان الراجل المحترف من هو صغير كده بيشتغل مع الوالد او بيشتغل مع عمه، فبيقدر يعني يتعلم من هو صغير. اما لما بتكبر بيبقى صعب جدا تبتدي، وبتاخد وقت كبير جدا، ومنشار يدوي وحاجات زي كده بتاخد وقت، انما ليها متعة خاصة الازميل والمنشار اليدوي. انما انا برجح ايه؟ لا، لما تبتدي ابتدي بالمعدات الكهربائية وليست اليدوية، علشان انت بادي كبير، فيعني ما تزهقش من الموضوع بسرعة، وخاصة هتبقى ادق وانت ما عندكش خبرة. انما المنشار اليدوي عقبال ما تتعلم تقص صح هياخد منك ممكن اسبوع 10 ايام تكون سبت الهوايه ودخلت على الهوايه اللي بعديها. اخر حاجه كمان كنت عايز اقولها، تشتري معدات غاليه ولا رخيصه، ولا تشتري صيني ولا حاجه براند يعني ماركه؟ لا، انت هتشتري حسب امكانياتك الماليه او الماديه. هتشتري لو انت راجل معاك تقدر تشتري حاجه غاليه، لا في المعدات بتشتري الغالي، ما بتشتريش قول انا لسه بادي وكلام من ده. ليه؟ الغالي حاجتين، اول حاجه الهاوي في بدايته يا جماعه بيبقى محتاج كل المساعده، يعني يشيل انه العيب من المعده، فتجيب معده كويسه راوتر مثلا، ويبقى العيب عندك بس، ما انت مش عايز بقى ايه يبقى تساعد المعده، انت عايز المعده هي اللي تساعدك. المحترف هتلاقيهم بيشتغلوا، تخش ورشه نجاره هتلاقي الراجل شغال بحاجات من امتى؟ من ام حاجات قديمه جدا، بس بيطلع بيها شغل حلو. ليه؟ لان هو عنده الخبره. انما انت عايز تمنع موضوع انه المعده هي الوحشه، فلو معاك تقدر تصرف هتجيب قد ما تقدر تدفعه، ما تقولش لا لو انا اقدر ادفع 100 فهجيب بال 100، ما تجيبش ب 80 وقول بعد كده بكبر، لا جيب ال 100، لو انت مقدرتك 50 جيب ام 50، لو انت مقدرتك 50 ما تجيبش ام 30، بغض النظر تجيب ايه، لانه المعدات مختلفه طبعا. انا بتكلم على معدات كتيره
انما عادة مش في كل الاحوال المعدة الافضل الماركة بتدي لك يعني ايه، بتديك دفعة اكتر من المعدات اللي انت اساسا ما عندكش خبرة، وهتجيب معدة كمان انا اسف في اللفظ يعني تعبانة، فبالتالي هتلاقي نفسك زهقت من الموضوع. فاحنا عايزين نشجع الناس كده تبتدي تشتغل بايديها وتسيب الايفون والسامسونج والحاجات دهيت، وتبتدي ايه تعمل حاجات يدوية. انا لو في حاجة ما قلتهاش اكتبوها لي، كل فترة كده هعمل حلقة زي كده نتكلم فيها في حاجات مختلفة، اكتبوا لي حاجات تانية عشان تبقى يعني عنوان للحلقة اللي بعد كده في المستقبل ان شاء الله نناقشها. اشوفكم الحلقة الجاية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.